الحكومة وفي رئيس الحكومة. الوزير الأول اللي الدنيا الكل تعرف كفاءته ومقدرته وقيمته واستقامته وأنه يخدم فيها الأمة بصدق وإخلاص كيف ما خدمها وقت الكفاح، وقت اللي كنا في السجن مع بعضنا بصدق وإخلاص. ونحب نعبر لكم على إكباري ومحبتي لأخي في الجهاد لحبيب عاشور. دم يتفجر في قلبي، هذا هو الشوق اللي حسنا به، هذا هو الأمل والتفاؤل. يجي وتناجر بتي كبتي ديسبري بتي ديماجيناسيون بتي دي مويان بتي دوريزون. كيفاش باش تعملوا نجيبوه كفرشتاين وكيفاش؟ وزمني وزمني بالشاقة على الكوليكت نتاع الحليب برا عاد. أنا أول نازلة هذه جابوها لي وأنا منسق في عام 80 هي القضية هذه. سي مصطفى زعلوني وسي أسعد قلت له وسي حماد نظن معانا وشكون الاخر قلت له ايوا قداش باش نستوردوا من بقره في عام 81؟ هذه من اول مشاكل اللي جات له خيك وانا منسق هذا كل ما تمشيش تعديه في التلفزيون راه خاطر نتكلم هكا انا نتكلم بجوارحي وبلغتي انا انا هو سياسه الحاضر. أنا ماني قريت الفلسفة قبل، قعدت أنا نسمع في هذم وفي هذم، واحد يقول له نحب ستة البقرة، وش محمد غنيمة معنا وقتها، الآخر يقول له لا، يرحمك الرحمن، والحليب بتاعهم، كيفاش تعملهم باش تلمهم؟ واش توكلهم؟ ها؟ واش توكلهم؟ عند الاستقلال كانت تصرف من ميزانية الدولة 18% من الميزانية لفايدة التعليم. في آخر العشرية اللي فاتت 30% من ميزانية التصرف تصرف لفايدة التعليم. كل ما بذلناه من جهد من حرمان من مجهود سواء كان مالي أو فكري هك المجهود هذاك أتاش بالثمرة اللي كنا نترجوها وإلا لا. هذا كيفاش نقيمه ما وقع إنجازه في العشرية الفارطة. ولهذا باش نجاوبوا على هالسؤال هذا لأنه هو الجواب على هالسؤال باش يترتب عليه العمل اللي باش نقوموا به في العشرية القادمة في السنين القادمة لفايدة رفع مستوى الحيوي لجميع المواطنين التونسيين. الوزير الأكبر أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، مسميات تغيرت بتغير السياسات والعروش والزمن. منصب طالما طالته الطموحات، خطة مثلما عرف أصحابها قمة السلطة والبهرج عرفوا كذلك صدمة السقوط. سطع نجم كبير الوزراء
منتصف القرن التاسع عشر عندما أصبحت تونس هدفاً لأطماع الإمبراطوريات الأوروبية، وازداد نفوذ القناصل على القصبة. أول من أعطى هذه الخطة شهرة ومرتبة ونفوذا هو مصطفى خزندار، وهو يوناني خطف من جزيرته صغيرا، بيع في اسطنبول ودخل سراي أحمد باي، وتزوج أخته كلثوم، وتدرج في الخطة من وزارة المال إلى أول من يتقلد خطة وزير أكبر، وذلك إثر إعلان أول دستور سنة 1861. وعند ذاك تعززت سلطة القصبة وأصبحت فيها إدارتان تتحملان وزر البلاد، القلم الأول هو الداخلية والقلم الثاني هو المالية. مصطفى خزندار واسمه الحقيقي ستيفانيس كالكايس سترافيلاكيس دخل التاريخ بكونه أول من شرع باب الفساد، ففي عهده شهدت تونس بداية فضائح نهب الدولة مقابل إغراقها بالديون الأجنبية التي كانت تمهد لبسط نفوذ الاستعمار. انتهى عهد مصطفى خزندار بتجريده من كل سلطاته ومصادرة أملاكه وهروب المسؤول عن المالية اليهودي الجايد نسيم شمامة ومتصرف الدولة محمود بن عياد، وقد فر وتجنس خارج البلاد، ولم تفلح محاولات استرجاع الثروات الخيالية التي نهبوها. فمحمود بن عياد اشترى حياً كاملاً بقلب باريس، أما نسيم شمامة فثرواته المنهوبة في إيطاليا وفرنسا لا زالت تتوارثها أكبر الأسر الغنية إلى الآن في أوروبا. في عهد مصطفى خزندار عرفت البلاد أكبر انتفاضة التي كادت تعصف بالحكم، وقادها علي بن غذاهم سنة 1864 إثر مضاعفة المجمع. وتلك المأساة ستراها تتكرر بعد 120 سنة إثر مضاعفة ثمن الخبز وسقوط مئات القتلى. ولحسن حظ البلاد خلف مصطفى خزندار المصلح الكبير خير الدين باشا، وهو مملوك آخر خطف من القوقاز من أصل شركسي، وبيع لسرايا الباي، نشا بالبلاط وكان متفوقا، وتكون خاصة بالمدرسة العسكرية بباردو إلى أن وصل إلى رتبة الجنرال، واستغل خير الدين إقامته بأوروبا طيلة 4 سنوات حين كان يدافع عن حقوق البلاد في قضية نهب بن عياد. كتب كتابه الشهير أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، جاءت فرصته للإصلاح عندما تقلد الوزارة الكبرى في أكتوبر 1873، فكان أول من أرسل دعائم الإدارة التونسية الحديثة وأسس الصادقية التي أثمرت قطفها بإنجابها أغلب من حكم البلاد إثر استقلال سنة 1956، وهي بذرة زرعها خير الدين باشا. وللأسف تكالبت عصابات الفساد ضد هذا الوزير المصلح، وانتهى
استقالته وخروجه إلى اسطنبول في صلب الإمبراطورية العثمانية، تقلد خير الدين منصب الباب العالي، أي الوزير الأكبر نائب السلطان عبد الحميد. وهكذا أصبح خير الدين المطرود من تونس ظلماً نائب خليفة الإمبراطورية العثمانية. الماسي الأقدار أن خير الدين عندما ضاقت به السبل انقلب وباع هنشير فيض إلى الفرنسيين، وكانت أولى طلائع الاستعمار. بعد خير الدين طلع نجم وزير من أرذل ما شهدته البلاد التونسية، وهو مصطفى بن إسماعيل. مصطفى بن إسماعيل الذي كان متشردا في أحياء المدينة وعمل صانعا لحلاق، ثم دخل البلاط في ظروف أخلاقية منحطة حين تعلق به الصادق باي ملك العصر، فتدرج في الرتب لما عرف به من دهاء رغم جهله، حتى أصبح وزيرا أكبر. وفي عهده شرع الباب أمام أساليب الرشوة والنهب والاستيلاء. انتهى ببسط نفوذ الفرنسيين لمعاهدة باردو الاستعمارية. أما مصطفى بن إسماعيل فبعد سطوته وسرقته للدولة والنياشين التي أغدقتها فرنسا عليه، انتهى به الأمر مشردا كما بدأ صغيرا، ومات نسيا منسيا في شوارع إسطنبول. بدخول الاستعمار فقدت مهمة الوزير الأكبر كل نفوذها، الذي تحول إلى المقيم العام الفرنسي. ولم يبرز في دامس الليل الاستعماري وزير أكبر لم تدم سلطته إلا أشهرا، وهو محمد شنيق وزير منصب باي. محمد شنيق هو أول مؤسس لبنك تونسي زيادة على الفلاحة، وتولى الخطة الأولى سنة 1943 زمن حلول الألمان بتونس، ثم مرة ثانية بين سنتي 1950 و1952 في حكومة التفاوض الأولى التي انتهت باندلاع الثورة الوطنية واستشهاد فرحات حشاد زعيم الحركة النقابية.
أن انتصب عام 1954 عندما حل رئيس الحكومة الفرنسية بيير مونديس فرانس بقرطاج مقترحاً الحكم الذاتي، حتى اختير الفلاح الكبير الطاهر بن عمار على رأس الوزارة الكبرى. طاهر بن عمار كان نذاك شخصية معروفة، زيادة على أملاكه العقارية وهناشيره، فقد ساهم في تأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي سنة 1920 صحبة عبد العزيز الثعالبي. دخل طاهر بن عمار التاريخ من بابه الكبير، حيث أنه هو من قاد مفاوضات الاستقلال التي انتهت بإمضائه وثيقة الاستقلال في 20 مارس 1956، وبين 1954 و1956 قاد طاهر بن عمار بكفاءة عالية حكومتين متتاليتين. حكومة الأولى قادت مشاورات الحكم الذاتي، والثانية فوضت الانعطاق النهائي لتونس. قد نظم طاهر بن عمار أول انتخابات حرة نفضت إلى تشكيل المجلس التأسيسي الذي أعطى أول دستور للبلاد، وانبثقت عنه حكومة بورقيبة. إن كان طاهر بن عمار وقع بقلمه الاستقلال، فإن النفوذ الحقيقي لم يكن بالقصبة، بل في يد الزعيم العائد في غرة جوان 1955 محبيب بورقيبة. وبذلك لم تكن حكومة بن عمار سوى تمهيد لتقلد الزعيم بورقيبة المهمة السامية. كان الأمر كذلك في أفريل 1956، حتى كون بورقيبة وزارته، وزارة دامت عاماً وثلاثة أشهر، انتهت بإعلان الجمهورية في جويلية 1957. يلزم إدخال انسجام. الانسجام هذا نقول لا يمكن إلا بإلغاء الملكية وإحلال محلها الجمهورية، بمعنى إحلال نظام جديد يجعل تونس وكل ما تحتوي عليه كلمة تونس جزء مشاع بين التونسيين، أن مسؤولية تونس ومستقبل تونس وحظ تونس في هالدنيا المسؤول عليه هو الشعب التونسي. هذا نظام الجمهورية. رئاسة حكومة بورقيبة شهدت أول الإصلاحات الكبرى، وأبرزها مجلة الأحوال الشخصية في يوت 1956،
اعتلى ذلك إصلاح الإدارة التونسية، بل تأسيسها وتونسة الأمن الوطني، وتكوين الحرس الوطني في سبتمبر، وتأسيس وزارة الخارجية. ومما يذكر أن الحبيب بورقيبة كان قلب الحكومة النابض، إذ زيادة على الوزارة الكبرى تقلد الدفاع وأسس سفارات الدولة في الخارجية. على ذلك القيام بثورة في النخبة الحاكمة قلبت كل الموازين، فقد كان بورقيبة ثوريا حطم كل نفوذ القيادات التي كانت مسيطرة وتسمى بالمخزن، بالوزراء سابقين وكل الإدارة من القايد إلى الخليفة. والأكثر من ذلك، قام بورقيبة بإرساء محكمة شعبية ساق أمامها كل زعماء العهد الاستعماري وكل أصحاب النفوذ السياسي والمالي والعقاري، فكسر شوكته إلى الأبد وسمح لجيل جديد مهد له السبيل إلى مواقع النفوذ، وهو جيل الاستقلال من عامة الشعب، بعد أن كان النفوذ حكرا على أسر متنفذة تحتكر الكراسي والثروات. وقف تمام المحكمة وزارات كاملة مثل حكومة محمد الصالح المزالي وحكومة البكوش وأصحاب ثروات كبرى، وجردوا كلهم من ثرواتهم، بل كان بورقيبة أول من أصدر قانونا لمصادرة الثروات المنهوبة. النقطة السوداء الوحيدة في هذه المحاكمات هي مثول طاهر بن عمار أمامها لأسباب واهية، ولعل الزعيم كان حانقا من اليد التي وقعت وثيقة الاستقلال كونها غير يده. ختم الوزير الأكبر الحبيب بورقيبة فترته باقتلاع العرش الحسيني وإنهاء 252 عاما من حكم الملوك، وكانت ملامح نهاية عصر الأمين باي واضحة، إذ أن الأشهر التي كان فيها بورقيبة وزيرا لدى الباي عرف فيها هذا الملك الطيب كل أصناف تجفيف سلطته وماله، حتى انتهى به الأمر سجينا في الإقامة الجبرية، ثم توفي نسيا منسيا في شقة بلافايت. بعد تسمية الزعيم على رأس الجمهورية، كلف أقرب أعضاده الباهي لدغم ثالث رئيس للوزراء بعد الاستقلال. الباهي لدغم الذي كان يلقب بالزعيم الصامت لحبه العمل دون ضجيج، مكافح صلب عرف سجون الاستعمار وخاصة سجن الحراش الرهيب بالجزائر، حيث مات 23 من رفقائه. بعد أعوام السجن والنفي، عاد الباهي لدغم في أوج بداية الحرب الأهلية التي قسمت البلاد بين أتباع صالح بن يوسف والمتشيعين للحبيب بورقيبة، فاستقربه بورقيبة بتعيينه أمينا عاما للحزب عوض صالح بن يوسف المرفوض، ثم عينه نائبا لرئيس الوزراء. عند
كما تسلم الباهي لضغم مقاليد الحكومة التونسية، لم يشأ لحبيب بورقيبة أن يعطيه صفة الوزير الأول، فقد اختار الزعيم النمط السياسي للولايات المتحدة الأمريكية، بحيث لم يكن هناك وزراء بل كتاب دولة لدى الرئيس، والباهي لضغم كاتب دولة لدى الرئاسة، ورئيس الجمهورية هو رئيس الحكومة الفعلي، والآخرون نواب له. وهكذا لم تعرف تونس وزراء من جويلية 1957 إلى نهاية 1969، بل عرفت كتاب دولة. الباهي لدغم، هذا الرجل الفذ وطيب المعشر، كان بحق نبل الإدارة التونسية الحديثة، زيادة على كونه منسق أعمال الحكومة، فإنه كان وزيرا للدفاع، وبخطته تلك أسس الجيش الوطني، ثم أشرف على تكوين كل المؤسسات الاقتصادية والحيوية للبلاد، يجوب البلاد دون كلل أو ملل، وكان في صدارة التصدي لآخر معاقل الاستعمار الفرنسي، وخاض مع المكافحين معارك إخراج قوات الاحتلال من ثكناتها، وكان يعاضده وزراء ومسؤولون برزوا كالطيب المهيري في الداخلية، وعبد الله فرحات، والحبيب بورقيبة الابن، والمنجي سليم في الخارجية، ثم شادي القليبي العقل المدبر للعصر الذهبي للثقافة التونسية، ومحمود المسعدي المسطر للسياسة التعليمية طيلة 10 سنوات، بعد أن أخذ المشعل من الأمين الشابي أخو الشاعر أبو القاسم الشابي. كان الباهي لدغم حاضرا في كل وقائع معركة تحرير بنزرت المجيدة. مقدمات وبوادر حرب بنزرت متعددة الجوانب وكثيفة التعقيد، فلا ننسى أن تونس احتضنت طيلة 7 سنين الأول من الاستقلال جبهة التحرير الجزائري، ويسرت مهام جيش التحرير سلاحا ودعما انطلاقا من التراب التونسي. زيادة على أعباء إيواء الحكومة الجزائرية المؤقتة وما يتبع ذلك من تحرشات واختراقات للدولة الوليدة، ولعل أول صدام مع الفرنسيين بعد إخراجهم من قواعدهم وتجميعهم ببنزرت هو اكتشاف شبكة الجوسسة التي زرعتها فرنسا، فكان طيلة السنوات الأولى للاستقلال تتنصت على كل مكالمات البلاد، بدءا من هاتف لحبيب بورقيبة نفسه وصولا إلى كل الوزارات والولايات والمعتمديات والإدارات ومراكز الأمن، وذلك عن طريق شبكة اسمها الرمزي ماجنتا، تعمل انطلاقا من وزارة البريد والبرق والهاتف بناجي انجلترا بواسطة مهندسين فرنسيين وعملاء تونسيين، وتبعث 1000 تسجيلات يوميا نحو باريس عبر السفارة الفرنسية بتونس. وقد كشف هذه الشبكة الخطيرة للتونسيين رئيس مركز تونس المخابرات الألمانية البي ان دي ريشار كريستمان، وقبض المحافظ علي مراد مدير المصالح المختصة التونسية على زعيم الشبكة الفرنسي بيير غوندولو، الذي ألقى بنفسه من الطابق 4 من وزارة الداخلية وانتحر. أضف إلى ذلك بقاء أكثر من 50,000 جندي وضابط فرنسي
مدججين بأحدث عتاد للحلف الأطلسي. كانت الفرصة الأولى للتخلص من هذا الوحش الجاثم وهماسة ساقية سيدي يوسف، حيث قصف الجيش الفرنسي لاتي من الجزائر هذه القرية الآمنة بحجة ممارسة حق التتبع ضد الثوار الجزائريين المنطلقين من حدودنا الغربية نحو الجزائر. استغلت الحكومة التونسية هذا الحدث الشنيع لمنع كل تحركات الجيش الفرنسي على الأراضي التونسية وحصر تواجدهم في ثكناتهم. وكانت حرب السدود سنة 1958 ضد كل خروج للعسكريين الفرنسيين من معسكراتهم بلغت أوجها في معركة إرمادة، حيث قصفت الطائرات الحربية التونسيين واغتالت عائلة مدير مدرسة إرمادة البشير النبهاني وحرمه وأبنائه الأربعة. الأهم في بنزرت هي هذه الاستحكامات والبنايات والإنشاءات العسكرية الضخمة التي شيدت على مدى 50 عاماً فوق الأرض وتحتها عبر الأنفاق. ثكنات متوزعة على ضفاف بحيرة بنزرت لتوي أسطولاً بحرياً من مدمرات وبوارج، ثم بنيت قلاع على الجبال المحيطة تطل على كامل الممر البحري للمتوسط. بنزرت وإن كانت ملحمة رائعة للجيش التونسي الوليد ولقوات الحرس الوطني، فقد خلفت وراءها مئات القتلى والجرحى من المدنيين التونسيين الذين تقدموا للجبهة دون تهيئة أو تسليح، اللهم البنادق القديمة. وخلف هذا العصر السلبي بعض الحنق، خاصة لدى بعض الضباط الشباب الذين شاهدوا رفقاء سلاح تطحنهم الآلة الجهنمية الاستعمارية دون أن يشركوا مسبقاً في خطة المواجهة رغم وجاهة وبطولة حرب التحرير. تم الآن عن جميع أجزاء القاعدة ونزلنا من خافر دستور منذ حين ورفعنا للعلم في مركز القيادة اللي كانت اسمها لبشري. كلها عوامل تجمعت وأضيفت لها ظروف المعيشة الشاقة في الدولة الوليدة. هذا أدى إلى أول صدمة لحكومة الباهي لدغم، وهي محاولة الانقلاب نهاية 1962 والتي كادت تحطم النظام لولا وشاية في الربع الساعة الأخيرة.
يزد على ذلك اغتيال صالح بن يوسف. وإن كان الباهي لطغم بعيدا عن الجريمة وغريبا عن تنظيمها، فقد لطخت هذه اللوثة الدموية فترة حكمه. وأثبتت التحقيقات فيما بعد أن الباهي لطغم لم يكن يعلم شيئا عن عملية الاغتيال، بل دبرت خارج أسوار القصبة بين وزير الداخلية ومقربين للرئاسة. فلا يخفى أن الباهي لطغم وإن كان في صدارة الوزراء فلم يكن يتحكم في مقاليد الحكومة التي تدار من قرطاج، وبرزت أقطاب تنافسه كأحمد بن صالح، كما سنرى، وطيب المهيري الذي أشرف على كل تفاصيل زواج بورقيبة من وسيلة بن عمار بعد طلاقه من مفيدة بورقيبة. كان لطغم بحكم منصبه إلى جانب كتابة الدولة للرئاسة وزير دفاع، كان يستنطق الانقلابيين بنفسه في مكتبه، وأشرف على كل أطوار القبض على المتامرين، وانتهت المحاكمة بأحكام إعدام نفذ منها 11 إعداما، وكانت صدمة قاسية للجميع، خلفت قرارات كبلت الحريات ومنعت الأحزاب. في عهد الباهي لطغم لم يتم فقط تحرير تونس من آخر عسكري ببنزرت، بل تحررت الأراضي التي كانت بأيدي المستعمرين في 12 مايو 1964. لكن حكومة لطغم دخلت التاريخ أيضا بمعطى آخر، وهو تطبيق أول خطة اشتراكية سميت بسياسة التعاضد. وإن كان الباهي لطغم في طليعة الوزراء، أن صاحب النفوذ الحقيقي بداية 1962 أصبح أحمد بن صالح، صاحب الخمس وزارات: الاقتصاد والتخطيط والمالية والصناعة والفلاحة، ثم أضيف لها التربية. وكانت بدايات سطوع نجم بن صالح مليئة بالحماس، إذ كان شعلة من النشاط والتفكير والاستنباط وتأسيس المشاريع والمصانع والتعاضديات. كانت الستينات بحق فترة التأسيس لكل هياكل الدولة صناعة وفلاحة وتجارة، أفنى فيها ذلك الجيل جيل الاستقلال طاقة لا تنضب. وإنما مع بعض الوزراء فإن الباهي لطغم كان حاضرا في كل تفاصيل هذه المنجزات، ويليه أحمد بن صالح. كان الباهي لطغم مسايرا للتيار، وفاء لبورقيبة داخليا وخارجيا بما فيها الصدمات عربيا مع جمال عبد الناصر. ولكن التعاضد انتهى بمأساة بعد 10 سنوات من الحماس والانغماس لهذا النمط التشاركي، فسقط أواخر 1969 في هاوية كادت تعصف بالحكم. فقد انتبه الجميع إلى كارثة اقتصادية بدأت تشل الدولة، واختار بورقيبة كبش فداء أحمد بن صالح، الذي بعد أن كان في قمة الدولة فعليا وتلهج بذكره الصحافة والمسؤولون، انقلب بين عشية وضحاها إلى خائن ومشبوه وصاحب بطانة للاستيلاء على الحكم.
وعندهم تحسن معناها برشا نوايا وبرشا كذا وبعد الإطارات نتاع الحزب وحتى إطارات نتاع النقب التعاضديات وشو وبعد مدير الحزب وحتى واحد نتاع حزب من جماعته وكون جماعة متحصل معناها ها باندية متحصل بالقوة وجماعة بعت لهم ماندات متحصل وقراطس متحصل ومصوات بالفلوس متحصل معناها أمور ما تبقى له ما بينه وما بين الحكم متحصل إلا البهيلات غم جال البهيلات غم في اجتماع قدام التلفزة متحصل معناها وهانوا متحصل معناها ومرمدوا الدرجة اللي أنا ما كنش عندي علم اللي اضطريت باش أطردت من الحكم أنا أطردت من الحكم ما كانش عندي علم بالشيء والله أطردت من الحكم لأن صدفة أنا في الفرش مريض قلت المرأة بلا حل التلفزة نشوف سمعته يتكلم تلحصل وأنا أسألها قلت لهم عملوا محاكة مع بعضهم باش هوك رجعنا القرار متاع مجلس الجمهورية أرجح الكفة متاع متاع العدل والإنصاف تلحصل معناه وكذا وهو قبله وكذا مع بعضكم باش تظهروا بكون متفقين وكذا اغتنم الفرصة باش يعاود يعيد النظرية متاعه ويمرمد تحصل معناها بكيفية اللي حتى إدارة الإذاعة من اللي بحبش تنشو كيفاش هذا العضد الأيمن متاع الرئيس مرمد بالكيفية هذه هو على أنه باش ما عاش يبقى له حتى حد ما بينه وبين كارتاج بين القصر متاع كارتاج بورقيبة أو كان مسبول ميت ما بقى له شيء متعصل انتهى متعصل ما تبقى إلا هو باش يحب يتمتع بالحكم تحصل بروق ويتنعم تحصل معناه وشي وكذا والبلاد تحصل تبقى تولي تقلل في الرحمة على بورقيبة اللي جاب لنا هالاستقلال وجاب لنا هالمصيبة وإلا تقوم عليه ولا تقتله ويلزم الدولة ترد الفعل وتولي حرب داخلية والناس فالسة والبروق فالسة وميزانية الدولة مثل حصل كاس الدولة فالسة والناس عايشة في الكذب المستمر هذه الجريمة متاع أحمد بن صالح. ومذ ذلك التاريخ أصبحت تونس ميدانا للصراع على كرسي بورقيبة. فلا ننسى أن السيوف استلت من غمدها بين الطامعين في الخلافة إثر إصابة بورقيبة بنوبة قلبية في مارس 1967 وزادت اشتعالا بدخول الزوجة الثانية لبورقيبة الماجدة وسيلة على الخط. وبداية من نهاية الستينات أصبح بلاط الرئاسة مسرحا لصراعات ودسائس لم تنتهي إلا بنهاية حكم بورقيبة. وبعد أن أنهى كاتب الدولة للداخلية ورئيس بلدية المرسى السيد الطيب المهيري خطابه انتظم حفل التوقيع على سجل الحالة المدنية. وبدأ فخامة رئيس الجمهورية الحبيب بورقيبة بإمضاء الوثائق المدنية وتبعته حرمه السيدة وسيلة بورقيبة. جاء دور الشاهدين السيد الجلولي فارس والسيد الباهي الأدغم. قد احتد الصراع خاصة بعد وفاة الوزير القوي الطيب المهيري فاختل التوازن. وهاجر أحمد تليلي مكرها ثم توفي في ظروف غامضة بعد أن نشر رسالة مفتوحة تندد بالديكتاتورية عهد ذاك الزمن. كانت نهاية الستينات بداية المحاكمات السياسية،
وظلم عشرات الشبان، ودفع فيها العديد أعمارهم في سبيل الحرية أفواجا من القوميين والماركسيين والإسلاميين. ودامت هذه المحاكمات وتواصل العصف حتى انبلاج الثورة، واقتيل في هذه الفترة حلم أجيال. نهاية 1969 بسقوط سياسة التعاضد، أصيب بورقيبة بمرض نفسي شل بعض طاقته، ولم يكن هناك مفر للتنازل عن نفوذه. بعد أن أصبح حضوره قليلا بتونس إثر حمله إلى خارج البلاد للتداوي، فأصبح الباهي لدغم يلقب لأول مرة الوزير الأول. وعادت الوزارة الأولى والوزراء عوض كتابة الدولة للرئاسة وكتاب الدولة لدى الرئيس، وتم ذلك في 7 نوفمبر 1969. غير أن شيئا ما تحطم بين بورقيبة ولدغم، فبقي لدغم وزيرا أولا عاما فقط، تم فيه زج أحمد بن صالح بالسجن، وأطرد كل مساعدي، وطرد مساعدوه من ولاة ومسؤولين. لكن الباهي اكتسب شهرة عالمية فجأة، وبدأت تقلق البعض في إطار حرب الخلافة. ففي سبتمبر 1970 نشبت معارك عنيفة بين الجيش الأردني والمقاومة الفلسطينية بما عرف بأيلول الأسود، واختار العرب على رأسهم الزعيم جمال عبد الناصر الباهي لدغم ليرأس لجنة الصلح والمتابعة بين الطرفين المتقاتلين. وكان الباهي لدغم في مستوى المسؤولية، وساهم في إنقاذ المقاومة الفلسطينية من الذبح والتقتيل، وهرب القائد ياسر عرفات وأعضاءه من جحيم المحق. في تلك الأثناء أزاح بورقيبة الباهي لدغم وعين مكانه الهادي نويرة. حكومة الهادي نويرة هي الحكومة الرابعة بعد الاستقلال، وهي الثانية تحت مسمى الوزير الأول والوزارة الأولى. محمد الهادي نويرة من أبرز المكافحين زمن الاستعمار، برز بعد الاستقلال بتبوئه منصب محافظ البنك المركزي التونسي، وقد أسس نويرة هذا البنك وهو أبو الدينار التونسي الذي عوض الفرنك الفرنسي. منذ غرة نوفمبر 1961 تمت تونسة العملة القومية تونسة كاملة، فأدخلت المعاملات المالية لتعويض تدريجيا في السوق قطع الفرنكات القديمة بقطع نقدية جديدة من فئة 10 و20 و50 و100 مليم. والمعلوم أنه لا يفرض على العموم التبديل الإجباري، وسيبقى العمل جاريا بالقطع القديمة
بمعية القطع الحديثة حتى تزول الفرنكات بطبيعتها وتعوض تماما بالمليمات. كان الهادي نويرة من 1958 إلى 1970 بعيدا نسبيا عن الصراع السياسي، وكان الوحيد الذي صدع في الستينات برأيه ضد النمط الاشتراكي المتبع. عندما تسلم الهادي نويرة الحكم كانت البلاد تتخبط في أزمة انهيار التعاضد، وأول ما تقلد الحكم انتهت سنوات الجفاف وشهدت البلاد الفيضانات. كان نويرة تحرريا في الميدان الاقتصادي ومتبنيا للنظام الليبرالي. كان الهادي نويرة واقعيا لا يعترف إلا بالأرقام ولا يهتم إلا بالنتائج، وهو الوحيد الذي سلمت خطبه من العواطف والأوهام، فكان لا يتكلم إلا بلغة الحساب. مستوى العيش للفرد ما زال منخفض، وكذلك مستوى التشغيل ما زال ضعيف بحيث ما قضيناش على البطالة بصفة تامة. من هالناحية هذه العشرية الفايتة ما أتتش بالنتيجة المرغوبة، وإن كان مجهود الأمة كان مجهود جبار. السبب فيه حاجتين. الحاجة الأولى هو أن الإنتاج والإنتاجية ما كانوش كيف ما نتمناه، والسبب الثاني هو أن مدة 10 سنين لفارطة سكان الجمهورية التونسية انزاد فيهم 1 مليون نسمة. كانت ولادة حكومة نويرة قيصرية، إذ بدأ حكمه بصراع عنيف بين شقين من الحزب، شق ينادي بالحريات السياسية والتفتح ويتزعمه أحمد المستيري، وشق محافظ يسيره عن بعد لحمي بورقيبة ويتزعمه نويرة ومحمد المصمودي وحسم بورقيبة الأمر بانقلابه على نتائج مؤتمر الحزب بالمنستير وطرده لجماعة أحمد المستيري. أول ما قام به الهادي نويرة إرجاع حرية المبادرة في التجارة والصناعة، فقام بإرساء قانون أفريل 1972 الذي يسمح للمستثمرين الأجانب بالتمتع بامتيازات جبائية كبيرة قابل إقامتهم للمصانع وتشغيل العاطلين. كما أن الهادي نويرة تحالف في بداية حكمه مع الزعيم النقابي لحبيب عاشور الذي سجن زمن أحمد بن صالح سنة 1965، فأعيد على رأس الاتحاد العام التونسي للشغل. الحبيب عاشور الذي بدأ في أول حكومة نويرة حليفا قويا، وبذل هذا الزعيم النقبي الفذ مجهودا جبارا لإعطاء العمال وكل الشغالين حقوقهم، وسعى جهده لضمان التغطية الاجتماعية والصحية للآلاف، وعمل طيلة 4 سنوات دون كلل لإصدار القوانين الأساسية لكل القطاعات والمؤسسات، حتى أنه في أول مؤتمر أشرف عليه انهار وكادت الأعباء تقضي عليه. ديت البلاد باش تتحرر، ونعتبره اليوم نحتفلوا بعيد الشغل، وإحنا فرحانين،
واحنا نعتبره اللي ساهمنا في العالم لرفع الظلم والاستبداد. من مآثر الهادي نوير الجليلة تأسيس المحكمة الإدارية الحامية لحق المواطن ضد تعسف الإدارة، ثم رعاية صندوق الدعم. ولعل أكبر فضل يذكر للهادي نويرة أنه أمسك بزمام الحكم بصفة كلية، لأن الحبيب بورقيبة كان في شبه غياب عن البلاد وغيبوبة عن شؤون الدولة بين جنيف وباريس وألمانيا، يداوي أعراض الأزمة النفسية العميقة التي شلت قدراته العجيبة في العمل فيما مضى من الستينات. وقتها قعدت 3 شهور في كلينيك في سويسرا. بروفيسور أجويرا هو كان يداوي فيه، وللحكاية الأرق زي كيف كيف فهمت باش يرجع له. فكان الفترة هذيك فعلا يعني ولا يفكر في كل شيء. صحيح طلب مني يعني على أساس كيف يعمل جولته اليومية أنا معاه يعني جولته. عاد فاجأني قال لي انتم في دارتكم يعطيوكم سلاح. قلت شنو السؤال اسالني فيه؟ قعدت نخمم في ساعه. اذا نقول لهم يعطيوناش سلاح باش يقول لي مال انت مال انتم فهمتي معايا كيفاش باش تحميوني. واذا كان باش يقول له عندي سلاح قلت له يعطيونا لدرس. قال لي اسمع، انا راني فديت وقلقت وما عادش نجم، انا مريض وطب ما نجمش باش يوصل للنتيجة، ولذا قررت أن نوضع حد لحياتي. المسدس نتاعك هذاك جيبه لي غدوة. قلت له سيد الرئيس، قلت له احنا مازلنا كي بدينا تو التريتمون تو ان شاء الله لاباس وتو نجيو النتيجة وكذا، والتوانسة يستناو فيك باش ترجع وكذا. قال لي اوه يا بابا، هو محمد مات يا اخي، احنا ما نموتوش، تي مو سي دو لا فوتاز، سي دو لا فوتاز. غشش سكت وكمل الجوله حتى حد ما قال كلمه. عادوا كان تحدثوا شويه، كان تحدثوا طريف على مواضيع مختلفه. انا ما كنت فجأت مفاجأة، وانا مدير امن رجعت كلام. على اثر حرب اكتوبر ارتفعت اسعار البترول، فانتعش الاقتصاد بواردات تصدير النفط. كما أنه من مستلزمات الميثاق الاجتماعي أن تلتزم كل الأطراف بإخلاق السلوك القويم فيما يتصل بالعلاقات بين العامل والمؤجر، وقد يصح تلخيص هذه المعاني في عبارة صون الكرامة الإنسانية التي تأبى التعسف وتمقت الاستغلال وتنبذ الصراع العقيم، وهي نفس الكرامة الإنسانية التي توفر الطمأنينة
للجميع عمالا كانوا أو مؤجرين. وإننا في هذه المناسبة المشهودة نجدد رفضنا لكل ألوان التعسف، سواء في شكل سيطرة رأس المال أو في صورة قهر طبقة لغيرها أو في مظهر الفوضى القاضية على الحريات. كلها عوامل ساعدت الهادي نويرة، لكن أول الأزمات جاءت بعد أقدام الحبيب بورقيبة على توقيع معاهدة الوحدة مع ليبيا في جربة. لم يكن الهادي نويرة آنذاك في تونس، بل في زيارة إلى شاه إيران. رجع نويرة وصمم على إسقاط هذه الوحدة، وكان له مراد في نفس الليلة التي وقع صباحها زعيم المعاهدة، فحنق القذافي على نويرة، بل حاول قتله عندما بعث عصابة للاغتيال إلى تونس. تم القبض على أفرادها، ثم جاءت أزمة الجرف أو قري، وهي منطقة بحرية غنية بالبترول قبالة خليج جابس، تتنازعها ليبيا وتونس. وعوض قبول عرض القذافي بتقاسم ثروات هذا الجرف، صمم نويرة وأعضاده على التشكي أمام محكمة العدل الدولية بالهاي، وخسرت تونس على طول الخط، إذ أمرت المحكمة بمنح كامل المنطقة لصالح ليبيا. كان للسبعينات نجومها من الوزراء كطاهر بالخوجة في الداخلية، ومنصور معلة في التخطيط والمالية، ومحمد المصمودي في الخارجية، والأسعد بن عثمان في الفلاحة، وحسان بالخوجة، ومحمد الناصر. بدأت أزمة الهادي نويرة الحقيقية عندما تم سن الفصل الدستوري الشهير الذي ينص على تولي الوزير الأول الرئاسة في صورة عجز الرئيس، ومن هنا انطلقت الحرب. حرب الخلافة ضد كل من يتولى منصب الوزير الأول محط الصراع على الكرسي. باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، يسرني أن أرحب بالأخ الهادي نويرة بعد أن كان عاشور ونويرة في صحفة العسل. انقلب الأمر من الضد إلى الضد، وانقسمت البلاد إلى كتلتين تتقاتلان على الحكم. هذا خطاب فرحان ممثل أصلي بالطبع، أصل الخطاب، أصل الخطاب بالذات اللي يلزمنا نحتفظوا به ونشوفوه كمرجع لسياستنا الداخلية والخارجية. وان
انتهى الأمر بين النقابات وصقور الحكم عبد الله فرحات ومحمد الصياح والميليشيات من جهة، والاتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى، إلى حمام دم. السادس والعشرين من جانفي 1978، وزهقت عشرات الأرواح، وبرز منذ ذاك الزمن كولونيل مغمور، وكلت إليه مهمة قمع النقابيين، وخرج نوير من الصراع مثخنا بالجراح، وسرعان ما أجهزت عليه عندما هاجم كوموندوس مسلح مدينة قفصة ليلة 26 جانفي 1980. كوموندوس سلحه وموله العقيد معمر القذافي، بعد أيام قلائل أصيب الهادي نوير بجلطة، وحمل على جناح السرعة إلى باريس. وعندما تأكد بورقيبة من استحالة شفاء وزيره الأول المصاب بشلل، عين سياسيا آخر من المونستير، محمد مزالي، وزيرا أول في أبريل 1980. اجتمع مجلس الوزراء صباح هذا اليوم الأربعاء 23 أبريل برئاسة فخامة الرئيس حبيب بورقيبة، وأعلم السيد الرئيس
المجلس بأنه قرر تكليف السيد محمد مزالي بمهام وزير أول. وبذلك دام حكم النوير على رأس الوزارة الأولى 10 سنوات، بدأها بجديته المعهودة وهو الذي يذكر الأرقام بفواصلها وزيادات في الأسعار كانت بالمليم، ولكن انتهت بمازق كبير. بدأ مزالي وزارته الأولى في انفراج كبير، فأفرغ السجون من سجناء الرأي وسجناء النقابات ورجع عاشور من جديد على رأس الاتحاد. وقبل بورقيبة ذلك عن مضض، ولكن بقي دوما منصب الوزير الأول ملغما بتصويب سهام الطابعين في الخلافة. والله لا عندي لا ورثة لا حرثة مع أحد. والله العظيم أنا مش مشكلة هو مع التنمية ومع بلادي هكا هو. والله ما نقصد في حتى أحد. وإذا كان نتكلم هكا وندق بالمسمار كندخل بالمسمار والله نحب الناس تخمم فقط. وكانت أول خيبة عرفتها تونس تزييف انتخابات 1981. وكانت فرصة ضاعت كانت ستربحنا 35 عاما. حبيت نفتح قوسين باش نبين للشعب اللي كونوا الحملة الانتخابية ما هيش قاعدة تجري في ظروف المساواة التامة بين مختلف المنافسين. معناها تصوروا باش نحب نجيب لكم مثال الاخوان اللي يعرفوا الكرة، تصوروا في ماتش نتاع كوره يهبط الاربيتر وجوج دو توش يلعبوا مع الملاعبيه ضدنا، هذا مش معقول، ما يصحش. اطلاق سراح المساجين السياسيين، العفو والتشريع العام، وضع حد لممارسات التعذيب، الغاء كل القوانين اللادستوريه، التحقيق في حوادث 26 جانفي، ثم استقلاليه الاتحاد العام التونسي للشغل. نحب نختم حديثي باقتراح، أنا نعرض على السيد محمد مزالي الأمين العام للحزب الاشتراكي الدستوري لقاء تلفزي يتم بيني وبينه بإشراف صحافي محايد، مثلا نعرض عليه سي البشير بن يحمد أو سي عبد اللطيف الفوراتي أو سي محمد بن إسماعيل وصحافي قديم ومدير سابق للإذاعة والتلفزة. إذا كان يقبل هالاقتراح من حيث المبدأ نطلب باش يعين ممثلين يتصلوا بالأخوين إسماعيل بولحية ومحمد مواعدة عن الحركة نتاعنا ويتفاهموا معاهم في تنظيم ظروف هاللقاء هذايا ونخليه الشعب يحكم. نهاية 1983 أوحي لبورقيبة بأن الخبز المدعم يرمى بالأطنان في المزابل ويعطى علفا للمواشي، فقرر بورقيبة مضاعفة سعر الخبز. كان مزالي في الأول ضد هذا الإجراء، وعندما رأى أن الجميع مع الزعيم سايرى التيار، وعند رفع ثمن الخبز اشتعلت البلاد وتدخل الجيش وسالت الدماء وانهارت. قررت وأن نرجع بما كنا فيه
قبل الزيادات. من بعد نكلف الحكومة باش بعد 3 شهور تجيب لي ميزانية أخرى تكون فيها يقروا فيها حاجات أخرى باش يخف على القليل فيما يخص الخبز والمكرونة والسويد. والسلام عليكم ورحمة الله. وتراجع الزعيم عن هذه القرارات تاركا وزيره الأول في التسلل ضحية الغضب الشعبي. فاحترق نجم مزالي منذ تلك الأيام السوداء، رغم أنه يعتبر نفسه ضحية مؤامرة كادتها له الماجد وسيلة صحبة وزير الداخلية آنذاك إدريس جيجا وبعض المقربين الآخرين. بدأت أيام مزالي وزيراً أول في الأفول رغم دعم بورقيبة الظاهر له بتكليفه مع الوزارة الأولى بوزارة الداخلية. واصطدم مزالي مثل سابقه نويرة بالاتحاد العام التونسي للشغل وزج بالحبيب عاشور من جديد في السجن. تأتي صيف 1986 حتى كان سقوط المدوي لمحمد مزالي. وبعد أن رفع بورقيبة في مؤتمر الحزب جوان 86 يد مزالي قائلا إنه خليفته اليوم وغدا، كان الخبر الذي سمعه مزالي في بيته بإقالته في 8 جويلية 86 وكانت كاسة البلاد شبه فارغة وأجور الموظفين مهددة بعدم الصرف. عين الحبيب بورقيبة رشيد صفر رئيسا للوزراء. الزملاء اكدوا علينا قبل ما نسافروا باش نبلغوا لكم تهانيهم. سيد الرئيس، هذا قانون المالية اللي قعدوا الثلاثة ايام الاخيرة مجلس، كانت مناقشات ممتازة سيد رئيس، مستوى طيب وتحسن مدة 3 أسابيع دار النقاش. بالمناسبة عدينا زاد القرض هدايا من البنك العالمي ب4 مليون دولار للاقتصاد في الطاقة. في أثناء المناقشات أمس بالقانون المالية كانت بعض الفصول في قرار ما يفوتش 100 دينار قبل ما نحطوهم نحيلوهم على التقاعد نشوفوا الوضع نتاعهم، فقبلنا اقتراحهم باش الفصول هذيك نحطوها في قانون خاص وننظروا فيها في شهر جانفي معهم. أما مزالي بقدر ما طلع نجمه كانت النهاية تراجيدية. الوزير الأول تعتلي صوره الصحافة ونشاطه التلفزة أصبح طريدا مشردا، وعائلته في السجون والمحاكمات تحذر له. ففر الوزير الأول عبر الجزائر مشيا على الأقدام يوم 3 سبتمبر في ظروف أضحكت العالم على تهاوي الدولة التونسية في هذا المستنقع. رئيس حكومة كان منذ أيام يتقلد السلطة
يجده أمن قرية العيون الجزائرية ملطخ الثياب متنكرا في بلوزة وشارب ملصق وشاشية لتمويه. هكذا أصبحت الخطة والحكومة محل أطماع وصراعات ومدار انتفاضات دامية ومحور مؤامرات وهدف دسائس كلفت أحيانا أصحابها الأحكام المشحفة والنوازل الثقيلة، وينقلب حال الوزير ونبهة الحكم وقيض زمام السلطة إلى صاحب شبهة أو مطارد أو منفي أو مسجون من حاكم بأمره يمحو ويرفع من شأن من يشاء، ومن صاحب حرس وعسس وحجاب وديوان ينقلب إلى منبوذ يأكله حافر الأقدام وتدوسه ريشة الأقلام. كانت بالأمس تلهج بذكره فتلهبه اليوم بصياط اللسان، ومن يتمعن في تاريخ تونس الحديث يذهله تقلب الحال. من ارتفاع حجم صاحب الشأن يتملقه الجميع لنيل رضاه إلى السقوط في جب عميق ولا تعد النبال المنهالة عليه، وتلك مسألة أخرى تهم ديوان النفاق. كانت فترة رشيد صفر التي لم تدم إلا سنة بداية لتطبيق قرارات الإصلاح التي سنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو برنامج الإصلاح الهيكلي باس. ولكن سياسيا كانت تلك الفترة بداية الصراع المحتدم بين الاتجاه الإسلامي والسلطة. أن بلاط بورقيبة أصبح ملاذا لمسرحيات مضحكة في ظل خرف الزعيم وشيخوخته، فكان الصراع داميا بين الأطراف الطامعة في الحكم إلى حين يغيب الزعيم. وإلى السيد محمد الصياح. شهادة ختم الدروس في اللغة والأداب العربية دار المعلمين العليا بسوسة والفيوسف.
دخل على الخط ذلك العسكري محدود الثقافة وساعده الحظ على تبوي المناصب من مدير الأمن إلى وزير الداخلية حتى تسميته في أكتوبر 1987 وزيرا أولا. اغتنم زين العابدين بن علي الوضع المحموم في البلاد وتقرب للزعيم بكسبه ود ابنة أخت بورقيبة صاحبة النفوذ بالقصر وحالفه الفراغ الذي تكون حول بورقيبة إثر طلاقه من وسيلة بن عمار وطرده لمستشاره الخاص ابنه لحبيب، ثم طرد كاتبه الخاص طيلة 50 عاما علال العويتي. بالنسبة لي سعيد أساسي وبن علي هما الزوج المسؤولين اللي حب يزغ مانيبولي بورقيبة كما حبوا، فهمني؟ رئيس دولة، راجل مناضل، راجل كبير، وصلوا في عمر متقدم من السن وحالته الصحية مهيش يعني خارقة للعادة، حالته العقلية باهية ولكن حالته الصحية مش خارقة للعادة، وصلوا باش يلعبوا بيها كاكا وحتى حد ما يدخل، هذا شيء ألمني برشا. هو بورقيبة وقت اللي خرج بكسوته بفليشته عنده شيء، عمره ما كان يفكر فيه باش يكسب حاجه ليه هو، ووسيله قد ما لوج من بعد بن علي حاب يشوف اش تكسب تلقاوها كسب. وبذلك كان الوضع جاهزا لاول قادم بغض النظر عن جهله، فكان انقلاب 7 نوفمبر 1987. بعد الانقلاب ساهمت حالة الانفراج بعد أزمة الخلافة التي أعاقت البلاد وكانت الوعود الكاذبة، واضطر الشعب والطبقة السياسية بزيف القناع الذي كان يخفي بداية عصر للفساد يذكر بعهود الوزراء الأول مصطفى خزندار والجاهل مصطفى بن إسماعيل. اختير في بداية الأمر الهادي البكوش وزيرا أولا طيلة الفترة التي شهدت فيها البلاد انفراجا سياسيا في 88 و89، وكانت دماغ سياسية للحكم بحكم جهل الجنرال. وإثر انتخابات 1989 التي آلت لحزب وحيد وخيبة الأمل انتهت بانسحاب الهادي البكوش الذي خبر أغوار سياسة منذ تبوؤه منصب الوالي في عهد أحمد بن صالح في بنزرت وصفاقس، ثم سجنه لفترة أثناء محاكمة أحمد بن صالح. عوض الهادي البكوش بحامد القروي الذي تقلد الوزارة الأولى طيلة 10 سنوات من 89 إلى 99، ثم خلفه محمد الغنوشي الذي كانت خبرته في حياته المهنية مقتصرة على المالية وإدارة الميزانية. في هذه الفترات انتهت صلوحيات نفوذ الوزارة الأولى فعليا رغم بقائها اسميا. كيف ذلك؟ كون الجنرال وزارة موازية بالقصر تراقب كل وزير، وكانت مقاليد الحكم بقرطاج بل كان كل وزير يعين له مستشار موازن بالقصر، ثم يفرض على كل وزير مدير ديوان لا يستشار في تعيينه. وهكذا كانت السلطة مطلقة بقرطاج، ودخلت تونس نفق الاستبداد والفساد، وأصبحت الوزارة الأولى مخترقة في مجالين اثنين وفتح فيهما جحيم الفساد، مجال صفقات الكبرى مجال بيع مؤسسات ومصانع وعقارات الدولة للخواص تحت مسمى الخوصصة. ولأن شهر جانفي هو شهر الثورات من 78 إلى 80 و 84، كانت نهاية النظام في 14 جانفي 2011،
وظهر الوزير الأول في الصورة بعد أن محي واقعا. طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور الذي ينص على أنه في صورة تعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى الوزير الأول، واعتبار لتعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية أتولى بداية من الآن ممارسة سلطات رئيس الجمهورية. وجاءت الثورة، فوصل محمد الغنوشي لشهر ونصف على رأس الوزارة الأولى، يعين أول رئيس حكومة في عهد الثورة الباجي قيس السبسي، والبلاد في حالة غليان وانعدام السيطرة، فنجحت حكومته في تنظيم أول انتخابات حرة في تاريخ تونس المعاصر في 23 من أكتوبر 2011. وسمي إثرها حمادي جبالي رئيساً للحكومة المؤقتة، ومحمد المنصف المرسوقي رئيساً مؤقتاً للجمهورية التونسية. وكانت الأزمة الكبرى عقب اغتيال الشهيد شكري بالعيد. وبدأ سرطان الإرهاب يتسرب إلى الجبال الغربية الحدودية بظل ضعف الأجهزة الأمنية التي عانت من تصدعات ما بعد الثورة ومن ظروف الحرب الدائرة بليبيا. وجاء رئيس الحكومة المؤقتة الجديد علي العريض بعد أن كان وزيرا للداخلية، وكانت الأزمة الثانية عقب اغتيال الشهيد محمد البراهمي وذبح جنودنا البواسل بالشعامبي. فاقت الأزمة بالاعتصامات المتوالية، وكان من حظ الحكومة أن شهد آخر عهدها ميلاد الدستور الثاني المكون للجمهورية الثانية بعد عسر ونزاع ودماء. بعد الأزمة الكبرى للحكم، تبوأ المستقل المهدي جمعة رئاسة الحكومة التي قادت البلاد إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وكانت المهمة الرئيسية لها أنها حكومة انتقالية محددة الهدف. بعد إتمام الانتخابات التي فاز بها حزب نداء تونس بالأغلبية النسبية والباجي قايد السبسي رئيسا منتخبا، اليوم وقد تشكلت حكومة لحبيب الصيد أول حكومة للجمهورية الثانية لأول مرة منذ الاستقلال، سيكون قطب القرار في القصبة وليس في قرطاج، بما أن الدستور الجديد يمنح لرئيس الحكومة مقاليد السلطة التنفيذية في نظام برلماني تخضع فيه الحكومات إلى ميزان القوى في مجلس نواب الشعب وإلى منطق الأغلبية والأقلية، الموالاة والمعارضة. وهكذا تمضي قصة الوزراء الأول ورؤساء الحكومات على وقع تغيير العهود وصدمات التاريخ. أنا عمري ما شريت قصور ولا عملت شيء ليا. أنا نهارت اللي انتحق نلتحق بالمولى سبحانه وتعالى يلقوني فقير أفقر مما كنت لما دخلت الحركة الوطنية. والله ما عاد نكسر شمر في عرض حتى في المستير، ما عاد نكسر
اللي يكسب لي يكون عطيته. انا عطيت دمي ولحمي ودماغي وفكري.